وإليكم هذه البرقية التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى ملك المغرب بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في بلدكم العظيم المغرب، والذي يصادف تاريخ الثلاثين يوليو من 2017. يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكومته وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات، وأغتنموا هذه الفرصة لأشيد بعلاقات التعاون والصداقة والأخوة القائمة بين المملكة المغربية وبلدي تشاد. كما أود أن أؤكد لكم التزامنا الدؤوب للعمل مع جلالتكم من أجل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات أكثر فأكثر لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، ونحن إذ نجدد لكم خالص تمنياتنا لكم بالصحة والسعادة والرفاهية وللشعب المغربي أجمع. أرجو أن تتقبلوا منا صاحب الجلالة أصدق معاني تقديرنا الأخوية. توقيع إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية.